حاج علي نسز دار لفلس الحاج علي نسز دار دي حالي برد الحاج حمد ربيع لفلس الصبع الحاج حالي برد عشانه لفلس الصبع عليه ونقول برد الحاج علي نسز دار لفلس الصبع علينا بالحاج حالي برد بزياد مش فاهم الربيع بيحكي الناس ازاي ويقول الشغل والكلام مرمج عشانه الله يبارك لك.